بالتأكيد مبادرة كتف في كتف اللي هتنطلق بكرة من خلال احتفالية كبيرة في استاد القاهرة هيكون ليها تأثير كبير على أهالينا الأولى بالرعاية، لأن المبادرة دي هتقدر إنها توصل لكل مواطن مستحق في كل المحافظات ما يستحقه وتقدر توصل له الدعم كمان. بالظبط كده، وده مجهود كبير بيقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، مجهود كبير أيضا من المتطوعين اللي اشتغلوا على هذه المبادرة اللي بتعد بكل المقاييس المبادرة الأضخم في تاريخ مصر. يا جماعة احنا بنتكلم عن حوالي 50,000 متطوع هيوصلوا كراتين المواد الغذائية للمستحقين، بنتكلم في أعداد كبيرة جدا هنشوفها بعينينا في استاد القاهرة. لما تتخيل انت بتجمع متطوعين وبتحطهم في استاد، فبس مش هقول غير كده. خلينا نعرف أكثر عن هذه المبادرة، عن التأثير الإيجابي للمبادرات الاجتماعية، مظلات الحماية الاجتماعية بشكل عام. رحبوا معنا بالباحثة منى لطفي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات. اهلا بحضرتك يا استاذ منى. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. بتشوفي ازاي العمل المشترك لاعضاء التحالف الوطني في اطلاق هذه المبادرة؟ بتقيميه ازاي من خلال رؤيتك لما يعرف بمظلات الحماية الاجتماعية لو شفناها في عدد كبير من الدول؟ في البداية انا حابة اقول ان مبادرة كتف في كتف هي انطلاقة من التحالف الوطني للعمل الاهلي. بس حابين الاول نتكلم عن ان الحمايه الاجتماعيه اصلا بدا يحصل فيها تغيير في الفلسفه بتاعه الحمايه الاجتماعيه في مصر بدءا من 2016. احنا في البدايه كان مفهوم الحمايه الاجتماعيه في مصر كان بيقوم على مجرد ان احنا وظيفه حمائيه، بس هدفنا ان احنا بنقدم مساعدات عينيه ونقديه في حاله وجود بعض الازمات. انما دلوقتي مصر قدرت ان هي في الحمايه الاجتماعيه الفتره ديت ان احنا نغير في مفهوم الفلسفه، ان احنا نستهدف ان يكون عندنا هنعمل وظائف حمايه، ان احنا هنقدم مساعدات، ان احنا هنعزز قدره المواطن على الصمود قبل ما الازمه تحصل. وده اللي احنا شفناه في مبادره كتف في كتف، يعني خاصه بعد الازمه العالميه الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه. مصر بدات تاخد اصلا خطوات بدءا من بدايه الازمه من فبراير 22، والخطوات ديت كانت حزمه حمايه اجتماعيه. ودي ما يعني مش اول مبادره للتحالف الوطني، كان في مبادره في رمضان اللي فات اللي هي وصل الخير واللي كانت على مرحلتين، فدي تعتبر اكبر مبادره للتحالف باعتبار ان هي بتقدم 4 مليون صندوق مواد غذائيه هتكفي 25 مليون مواطن. اكيد كل ما المجتمع المدني يكون قريب ويكون عارف هو بيتصرف ازاي ومين محتاج دعمه اكتر، كل ما بيبقى النتيجه اسرع وبتنعكس على المجتمع بشكل اسرع. نقدر نقول ان التدخل السريع اللي بيحصل لتقديم المساعده بعد الازمه الاوكرانيه الروسيه اعتقد ده استثمار ناجح للمجهود اللي كان بيحصل فيه الفتره اللي فاتت، وتتويج كمان لمجهود المجتمع المدني في الفتره اللي فاتت. عايزين نقول ان بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه مصر بدات تاخد اجراءات حزم اجتماعيه، انها تعمل حزم اجتماعيه عشان تقدر توفر للفئات الاكثر استحقاقا رعايه. ودوت شفناه خاصه يعني بعد اطلاق الرئيس في بدايه شهر مارس مجموعه حزم اجتماعيه فيما يتعلق بقى برفع الحد الادنى للاجور وزياده المعاشات وزياده معاشات تكافل وكرامه. كل الحزم ديت عشان تقدر ان احنا نوفر للمواطن البسيط والفئات الاكثر استحقاقا رعايه كامله، بحيث ان احنا نقدر ننقلهم من الفئات الاكثر فقرا الى الفئات الاكثر حاله ماديه ميسره وتبقى بصوره منتظمه. وده الهدف بتاع التحالف، ان احنا ننقل نستهدف عدد اسر كبير جدا عشان نقدر ننقلهم من فئات اكثر فقرا لفئات اكثر حال ميسور ويكون بصفه مستدامه، ودي النقطه الاهم. طب ليه مبادرة كتف كتف هي الأكبر من نوعها؟ ليه هي الأضخم؟ ليه إحنا بنقول إن هي يعني ما حصلش زيها في تاريخ مصر؟ هل ده فعلا؟ هل ده حقيقي فعلا؟ لأن المبادرة بتستهدف 4 مليون صندوق مواد غذائية. الصندوق بيكفي تقريبا 5 أفراد، يعني أسرة مكونة من 5 أفراد. حضرتك بتتكلم في 25 مليون مواطن لمدة شهر هما مفيش احتياج لسلع غذائية. الى جانب ان الهدف بتاع المبادره ان هم بداوا يعني احنا بدانا يوم 8 ويوم 9 مارس 16 محافظه، وزعنا تقريبا بما يعادل 1,100,000 كرتونه في 16 محافظه، الى جانب ان احنا كانت الاولويه للمحافظات الحدوديه، يعني كان في المرحله الاولى كان الاقصر واسوان. ودي نقطه مهمه ان 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 في يعني اهتمام بالمحافظات بالحدوديه وفي عداله في التوزيع وانصاف، ودي نقطه مهمه ان احنا ما جنبناش المحافظات الحدوديه، بالعكس كانت هي من ضمن الاولويه. اعتقد ان يمكن كمان وجود قواعد بيانات
ده سهل قوي وصول الخدمات لمستحقيها. يعني اعتقد ان في فتره لغايه فتره قريبه كان الناس تقدر تاخد مساعده من مكان واثنين وثلاثه وغيرها ما ياخدش حاجه خالص، خصوصا اللي في الاماكن البعيده. بالظبط. يمكن بقى بعد وجود قواعد البيانات والتكامل اللي حصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفه، اعتقد ان ده بقى ايسر بكتير ان الناس كلها تقدر توصل لها الخدمه اللي يستحقوها. بالظبط، لان التحالف الوطني في بدايه عمله في شهر مارس 22 هو انشا قاعده بيانات بتضم حوالي 40 مليون مواطن، وطبعا ده بالتعاون مع مؤسسات الحكوميه وزاره التضامن الاجتماعي والقوى العامله والتنميه المحليه مع الجمعيات الخيريه اللي هي طبعا منتشره على الارض جدا في القرى والمراكز، فبالتالي هي ليها ارضيه كبيره جدا ومعاها داتا كتير جدا ان هي تقدر تعمل قاعده بيانات. استخدام التشبيك يعني استخدام الناس اللي ان احنا وحدنا الجهود ما بين المؤسسات الحكوميه ما بين قطاع خاص ما بين مجتمع مدني عشان نقدر نعمل صوره متكامله، نقدر نعمل قاعده بيانات ب 40 مليون مواطن الفئات الاكثر استحقاقا. مع كمان في نقطه مهمه حابين نشير ليها ان مبادره كتف بكتف يعني في نقطة مهمة ان في عدالة في التوزيع، يعني ان قاعدة البيانات دي ساعدت ان الصناديق اللي هتروح هتكون مش هيحصل تكرار لنفس الاماكن ولا تكرار لنفس الاشخاص، بحيث ان يكون التوزيع بصورة عادلة وصورة منصفة، ودي برضو كانت نقطة مهمة ان ما يبقاش اكتر من شخص اخد استفاد بحاجات في مقابل ان في اشخاص تانيين ما استفادوش من المبادرة. سمعنا ان المبادرة دي يعني هيبقى فيها مطابخ هتطبخوا او الناس يعني المتطوعين هيطبخوا في عدد كبير من المحافظات وهتقدم وجبات ساخنه للصائمين في كل مكان، يعني برضو تكلفه كبيره، ازاي انا هجيب طباخ وهقعده في مكان علشان يطبخ وهتكلف اقامته، يعني كلمينا عن القصه دي. انشاء المطابخ ده طبعا غير موضوع الصناديق بتاعه المواد الغذائيه، انشاء المطابخ ده هيكون في كل المحافظات، هيكون من خلال ان التحالف بيضم اصلا 30 جمعيه ومؤسسه، يعني داخل منهم بنك الطعام، جمعيات كتير، الجمعيات دي كلها هتتحالف وهتتشارك في موضوع الـ الافطار يعني بتاع كل يوم، بحيث ان احنا المواطن البسيط ما يحسش ان في حاجه ناقصه في ظل ارتفاع الاسعار في ظل التضخم، تبقى الامور كلها مستقره، وده برضو الهدف بتاع المبادره يعني كتف في كتف ان يكون في توحيد للجهود، ان الحكومه حاسه ان في فعلا اسعار ولكن في ارتفاع تيسيرا على المواطن وده اللي قال عليه سياده رئيس الوزراء ان موازنه 2023 هي موجهه بشكل اكبر لمظله الحمايه الاجتماعيه. فده يعني نقدر نقول ان الحمايه الاجتماعيه هي ملف اولي على طاوله الدوله الحكومه المصريه. التعامل مع المتطوعين، هل انشاء مطابخ لتقديم وجبات ساخنه ده هيكون من خلال متطوعين ولا من خلال ناس عاملين في الموضوع، بحيث ان احنا يبقى عندنا بقى كواليتي كنترول او نوع من انواع قياسات للجوده وضبط للجوده؟ بصي، هو المتطوعين هم طبعا بيشتغلوا بدون مقابل بدون اجر، اغلبيه المتطوعين في التحالف يعني التحالف واصل نسبه المتطوعين فيه 70,000، اللي بيشارك في المبادره 50,000 متطوع، اغلبيه سنهم ما بين 18 و25 سنه، ونسبة الإناث اللي بتشارك في مبادرة في المتطوعين 62%، فده طبعا بيعزز أكبر. طبعا فعلاً. فده بيعزز دور المرأة في ان هي متواجدة برضو بشكل اكبر في التطوع. فإلى جانب ان التطوع دوت يعني نقطة مهمة في ان انت قدرت ان انت التحالف قدر يخلق فرصة ان للشباب ان انا عندي طاقه وعايز ان انا اشارك، عايز ان انا اعمل حاجه لبلدي، خلاص اشترك في التحالف. الى جانب ان التطوع ده مش مجرد ان انا بجيب اشخاص بضمهم يعني شباب بضمهم في التطوع وخلاص، لا انا بديهم دورات تدريبيه، بيخضعوا لدورات تدريبيه عشان يعرفوا يتعاملوا مع الناس، يعرفوا ان هم ينزلوا يوزعوا كراتين، يكونوا موجودين مع الناس في القوافل الطبيه او القوافل الغذائيه، ودي برضو نقطه العمل مهمة. بشكل مؤسسي قصدك، يعني بالزبط. ما بقاش الموضوع كله قائم على ان انا بشوف وقت فراغ بس علشان اعمل خير، لا انا بيعود عليا نوع من انواع التدريب والاستفاده بحيث ان انا اضمن استمراريه المتطوع اللي انا استثمرت فيه في التدريب. ده بيفرق اصلا شايفاه على ارض الواقع في زياده عدد المتطوعين، بيخلي ان يبقى الشباب عندهم سي في محترم، اشتغلوا في مشاريع بالفعل. دي واحد من المشاكل اللي بتواجه الشباب، انه سي في وهو داخل بيقدم على شغل بيبقى فاضي. بالظبط. لا التطوع هو ليه جوانب كتير جدا، يعني الجانب الاولاني ان اولا انا بستغل طاقه الشباب بدل ما اكون مهدره في بعض الانشطه يعني بعض الانشطه لا يتم توجيهها في انشطه اقتصاديه انشطه اجتماعيه،
فبالتالي عدد حتى المتطوعين في التحالف كان في بداية التحالف اللي هو يعني بقاله فترة سنة وشهرين كانوا 50,000، دلوقتي احنا وصلنا ل70,000 متطوع، فده زيادة في عدد التطوع. فبالتالي الدولة المصرية قدرت تدرك ان التطوع دوت حاجة مهمة واحنا لازم نستغل طاقة الشباب، والتحالف كان هو البوابة اللي قدرت ان هي تجذب الشباب. وكمان يعني الموضوع بيتم مش بطريقة عشوائية، مش مجرد ان انا شاب بيتقدم ان انا عايزه اضم للتحالف فالموضوع تمام، لا، ان في دورات تدريبيه. فبالتالي ده استفاده للمتطوع واستفاده للتحالف في نفس الوقت. صحيح صحيح. طب حضرتك باحثه في مركز الفكر للدراسات، مركز وبالتاكيد عندك دراسات مختلفه عن مظلات الحمايه الاجتماعيه في عدد من الدول. لو عملنا دراسه مقارنه ما بين ما يحدث في مصر وما يحدث في المحيط، في يعني في المحيط اللي حوالينا، في الاقليم اللي حوالينا، واتكلمنا عن مبادرة كتف في كتف، ازاي نشوف هذه المبادرة في ظل المظلات التانية وفي ظل أصلا أزمة عالمية العالم بيمر بيها؟ في البداية احنا عايزين نقول ان يعني مبادرة كتف في كتف هي نتاج التحالف الوطني لعمل الأهلي، يعني في عمل مجتمع مدني. المجتمع المدني أصلا بدأ دور يتقلص جدا في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الفترة ديت، خاصة مع الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني الاتحاد الاوروبي كان بيشتكي ان في تقلص وفي اخفاق لشويه لدور المجتمع المدني، خاصه مع ارتفاع الاسعار العالميه اللي هي متواجده مش في مصر بس، هي موجوده على مستوى العالم كله. فالمبادره ديت بتشكل، لا، ان في مصر في اساس قوي للمجتمع المدني، في احنا عايزين نعمل حاجه، عايزين نقدم حاجه، والتحالف بيشارك بدوت بان هو عايز يقدم حاجه كويسه وعايز يعمل مظله حمايه اجتماعيه امنه للمواطن. ودي يعني نقطة مهمة في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية الدول كلها بتواجهها مش مصر لوحدها. يمكن العمل التطوعي والعمل الخيري بيزداد في أوقات معينة، يعني على رأسها طبعا شهر رمضان الكريم، طمع في الأجر وطمع في الثواب، بالإضافة ليه كمان وجود دعم بيبقى موجود من الناس كتير قوي. مبادرة كتف بكتف هل هتبقى وقتية لمرحلة رمضان والموضوع ينتهي، ولا قد تاخد منحنى آخر، قد تاخد شكل آخر في فترة بعدها؟ هي ممكن تاخد طبعا منحنى آخر يعني، بس عايزين نقول يعني هنا مبادرة كتف في كتف مش هي أول مبادرة تعتبر بتقدم سلع غذائية تبع التحالف. يعني احنا التحالف بقاله سنة تقريبا اهوت من ساعة ما تم إنشاؤه، لا هو عمل مبادرات القوافل الغذائية، خاصة يمكن كل شهر ولا شهر ونص يبقى عندكم مبادرة كبيرة بالظبط. خاصة مع التعاون كمان مع مؤسسة حياة كريمة اللي هي برضو على الجانب الآخر هي بتقدم قوافل غذائية ومساعدات، سواء نقدية أو مساعدات في سلع غذائية. وبرضو احنا نتكلم ان رمضان اللي فات كان فيه مبادرتين وصل الخير، يعني مبادرة وصل الخير السنة اللي فاتت هي غطت 8 مليون مواطن، فبرضو ده رقم مش قليل. دي كانت في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية كانت 5.5 مليون مواطن. فمعنى ذلك ان احنا القوافل سواء السلع الغذائية او كده دي حاجة يعني ايه بتتم كل فترة، بس مش مرتبطة بمناسبة معينة، هي مش مرتبطة بشهر رمضان ومش مرتبطة بظروف معينة، ده توجه واحنا يعني ماشيين عليه. جانب كمان ان التحالف يعني بدأ يغير فكرة الحماية الاجتماعية، ان احنا مش بنتوجه فقط بان احنا بنقدم للناس مجرد سلع غذائيه او كده، لا، بدا في توجه ان احنا بنعمل سياسه التمكين، ان احنا بنقدم تبرعات ومساعدات نقديه بحيث ان هي تشتغل في مشروعات اقتصاديه. ودي النقطه الاهم، ان احنا نخرج بره مظله فكره ان احنا هنوجه حمايه للمواطن من اثر صدمه فاحنا نقدم له سلع غذائيه، لا، احنا دلوقتي التحالف طبعا مع مؤسسه حياه كريمه بيقدموا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، ودي برضو نقطة مهمة جدا. يعني التحالف خلال 2022 صحيح قدم مشروعات اقتصادية بقيمة مليار جنيه بقيمة لا ترد، إلى جانب إن هم المشروعات المليار جنيه كانت في مشروعات كبيرة، يعني المواطن البسيط ما يقدرش إن هو يعملها لوحده أو يدخل فيها لوحده، إلى جانب إن التحالف بيسر الإجراءات والأوراق المطلوبة، ودي طبعا نقطة مهمة جدا، مع متابعة ان المشروع مستدام وبيحقق الربح المطلوب منه. صحيح. نبني على ده ازاي؟ يعني وبناء عليه انا الدوله المصريه عندي تحالف جبت فيه اكتر 30 جمعيه بيعملوا خير، عملت لهم مظله او امبريلا او يعني خليتهم كلهم في كيان واحد، الكيان الكبير قوي ده كلهم ما كانوش يعرفوا يعملوا حاجه، بس في الاتحاد قوه، في الاتحاد قوه قدروا يعملوا مبادره ضخمه جدا.
ابني على هذه المبادره الضخمه ازاي؟ اعمل ايه بعد كده؟ ممكن عندي مشروعات يعني ابني عليها ازاي؟ والله يعني اظن ان التحالف يعني الفتره الجايه يعني هيبقى فيه خطوات جد اكتر، هيبقى فيه خطوات ملموسه اكتر، يعني خاصه بعد المبادره ديت هتحقق اعتقد او حققت نجاح كبير جدا، فاظن هيبقى فيه خطوات جاده، وبرده هيبقى فيه استثمارات كتير جدا ومشاريع تمكين اقتصادي، ودي النقطه اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. يعني احنا مش اللي انا برده قلت لحضرتك ان احنا محتاجين نتكلم ان احنا نشتغل على نقطه سياسه التمكين اكتر ما سياسه ان انا هوفر حمايه او وقايه، وسياسه التمكين دي هي السياسه المستمره، ان انا بعمل مشروعات فانا بشغل الناس فانا بحقق لهم ربح فانا بخليه يعتمد على نفسه، ودي النقطه الاهم اللي اعتقد التحالف هيشتغل عليها الفتره الجايه. اكيد. كل الشكر ليكي الاستاذه منى لطفي الباحثه في المركز المصري للفكر والدراسات، نورتينا. شكرا جزيلا. شكرا.